عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده فيديو سريع كده، هقول لكم على بديل البرايمر عشان الناس اللي عايزه تعمل ميك اب ومش في مقدرتها ان هي تجيب برايمر، وعايزه تعمل ميك اب لنفسها كويس ويطلع الفنش معاها حلو. فيلا بينا عشان نبدا الفيديو مع بعض. ما تنسيش تعملي سبسكرايب تحت القناه، تعملي لايك للفيديو، ويلا بينا. النهارده جايه لكم ببديل البرايمر عشان خاطر الناس اللي هي عايزه تعمل ميك اب ومش عندها برايمر، او اتزنقتي ومش عندك برايمر هتعملي ايه. اي جل صبار عندك، اي نوع عندك انت بتحبيه او هو موجود عندك بتستخدميه في البيت، فجل الصبار هيكون حلو قوي. هو مش بس يقدر ان انا استخدمه كبرايمر يقفل لي المسام، لا اقدر ان انا استخدمه كمان كمرطب، فهو هيطلع معاكي كمرطب حلو قوي، هيرطب البشره حلو قوي، وفي نفس الوقت هيقلل لك او هيعمل انقباض لحجم المسام. بالتالي اما تيجي تحطي الفاونديشن هتلاقي مش هتلاقي المسام واسعه معاكي قوي في البشره وعامله شكل وحش قوي او شكل كيكي قوي في الفاونديشن، لا بالعكس هيقلل لك حجم المسام وهتخلي الفاونديشن شكله املس على البشره، لان كمان هيرطب معاكي البشره حلو قوي. فبديل البرايمر اي جل صبار عندك بترتاحي له استخدميه. هستخدم منه مثلا، شايفين اصلا نقطه بسيطه هتطلع معايا جزء حلو قوي هيرطب معايا البشره وفي نفس الوقت هيقلل لي حجم المسام. انا حطيته على مناطق المسام بس اللي هي مناطق التي زون عندي، لان انا اصلا مرطبه قبليه، عايزه ترطبي بيه اوكي، عايزه ترطبي بحاجه تانية مش مهم براحتك. فانا حطيته على مناطق التي زون عشان يقلل معايا حجم المسام، عشان لما اجي احط الفاونديشن يطلع معايا شكله املس والوش كله حته واحده، الوش حتى ما يبانش مخرم. لان في ناس بتقولي ليه بعد ما بخلص بلاقي الوش بتاعي مخرم او وش مخرم بعد ما اخلص الفاونديشن؟ عشان خاطر انتي ما قتلتيش المسام او انتي ما قللتيش حجم المسام. المسام ما بتتقبلش بنسبه 100%، لا احنا نقدر ان احنا نقلل حجمها بحيث ان الفاونديشن معايا يطلع شكله كويس ومش كيكي. بس كده، ده كان النهارده جل الصبار اتكلمنا عنه كبديل للبرايمر لو انتي مزنوقه، او لو انتي اصلا مش عندك برايمر، او لو مش عايزه تجيبي برايمر وتفضلي جل الصبار، فده كبديل حلو قوي للبرايمر. بس كده، ده كان فيديو النهارده فيديو سريع، يا رب تكونوا استفدتوا منه حاجه. جل الصبار ليه فوايد كتير، اقول لكم فوايده في فيديو تاني ان شاء الله وازاي نستخدمه بكذا طريقه. بس النهارده استخدمناه كبرايمر بس عشان خاطر الناس اللي عايزه تستخدم برايمر ومش عندها برايمر في البيت، او الناس اللي مش في مقدرتها ان هي تجيب برايمر، فجل الصبار كبديل حلو قوي قوي. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.